صاحب صوت رخامي يجمع بين الطرب الأصيل والغناء المتجدد، اعتبر مجددا في الأغنية العربية واللبنانية وسابق عصره. يملك رصيدا فنيا كبيرا، لحن لفنانين كبار وحقق الكثير من النجاحات بأغنيات حملت بصمته. عمل مع الأخوين رحباني والسيدة فيروز عدة سنوات قبل أن يتجه إلى بناء شخصيته الفنية الخاصة. تحية لروح الموسيقار الكبير الثائر ملحم بركات. دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور. الغاب من عمري ألم، حياتي عذاب، حرمت الهنا الهنا الهنا. لتكريم شخصية نجم من لبنان أدعو إلى المسرح بيترا نارج والنائب السابق سيرج تورساركيسيان. مساء الخير معليك بيترا. اول شيء يعني في جو، خلقت جو غير شكل من بدايه الحلقه. كلك انا معود على الحلقات مش على المهرجانات، انتبه. كلك ذوق. النجم الحقيقي مش بس عنده كاريزما وطله، مع انه مكرمنا عنده الاثنين. النجم الحقيقي هو روح نبيله، هو إيد بتفتح كفة للخير وقت الحاجة. مكرمنا التالي نجوميته من شقين، فن أصيل وعطاء لا متناهي. ما فيك إلا ما تقولي عنه أنه فنان لبناني أصيل طبعا. عنده روح طيبة، شاب عنده بيساعد عالم كتيرة وكل العالم تشهد له، وانا بحبه شخصيا وصوته حلو كمان. انتبه زيد عليك شغله كمان. شو؟ ابن الجبل. ابن الجبل كمان اكيد مقاوم، لكن المقاوم الاصلي والمناضل الى جانب استاذ ميشيل الظاهر اكيد. وتحيه بدك تسمحي لي، تحيه لطاوله هنيك الصامده اللي انا كنت قاعد معهم هنيك، تحيه لكم. ادبياب اوورد جوز تو رامي عياش. دايماً إلي حصة. شكراً دامي. مين كان هون؟ لا ما قصدي شيء. شباب هلب. Thank you بياف عن جائزة الأعمال الإنسانية. بهدي هيدي الجائزة أنا وزوجتي دليدا لروح والدي ووالدتي، إن شاء الله يكونوا راضيين وفخورين بنشاط الجمعية وكل شيء عم تقدمه. عن جائزة المشوار الفني، بما أنه نحن بقلب ووسط بيروت، بهيدي الجائزة أولاً بهديها لهيدي الجائزة إلى إخوتنا المغتربين يلي داعمين وطنهم بكل قوة وعنفوان، وكمان لأهلنا المواطنين العرب
يلي كان لهم دور كتير كبير بدعم الفن اللبناني وبدعون للعودة إلى بلدهم التاني لبنان بأقرب وقت. لبنان بحبكن وأهلا وسهلا فيكن جميعا. رح أقدم لكم أغنية لبنانية بامتياز بتجمع بين البوب وبين الزجل اللبناني، وكان إلي الشرف أني أرجع ضوي على الزجل اللبناني مع مراية الزجل اللبناني من أهم الشعراء والفنانين الأستاذ مازن غنم. Thank you. مبروك رامي التكريم، صوتك حمل الموسيقى بدفى وبقوة وإحساس بنفس مرسي. الوقت مرسي. مرسي. ومبروك لعياش الطفولة يلي عم تعتني بكتير أولاد وبتعلمهم نحن منعرف. Thank you. Thank you.